الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع مقدمة برمجة خطية حول مشكلة النقل، صياغة المشكلة أو ما يسمى بالترانسبورتيشن بروبلم في البرمجة الخطية، وهي تحتاج إلى نماذج خاصة وملاحظة شديدة. أقدم هذا المقطع هدية لصديقي العزيز الطالب المحترم العراقي علي البهادلي، وعلى بركة الله نبدأ. تعد مشكلة النقل transportation problem من الموضوعات الهامة التي يبحث بها علماء ومختصو إدارة وبحوث العمليات operation research. وملخصها ملخص هذه المشكلة يكمن في تقليل كلفة أو minimum cost أو minimization the cost. كلفة ماذا؟ نقل الأشخاص والبضائع من مواقع العرض supply locations أو ما يسمى نقاط الأصل origin إلى مواقع الطلب أو مواقع demand location أو ما تسمى الوجهة أو وجهة destination. إذن كيف نقلل كلفة نقل الأشخاص أو البضائع من منطقة من مكان إلى مكان آخر؟ الآن لنفترض بأن هناك مصنعين، أي موقعين للعرض، نقطتي الأصل هنا، هما عمان نرمز لها بالحرف A عمان، وبغداد حرف البي بغداد حرف البي. يوردان هذان المصنعان يوردان سلعة ما إلى ثلاثة مواقع للطلب، هي القاهرة C اختصارها C، ودبي دبي D، وأربيل E كما يأتي. الآن هنا مراكز التوزيع عندي من عمان وبغداد إلى القاهرة ودبي وأربيل. الآن سأبين ما المقصود هنا، لكن الآن هذا الجدول البسيط. الآن مصدر اللي هو الأصل أو ما يسمى بمواقع الأرض هي عمان وبغداد A وB، يوردان هذان الموقعان يوردان بضائع إلى ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط أساسية، هي القاهرة C دبي دي وأربيل إي. مجموع ما تعرض عمان 500 وحدة في كل فترة زمنية، لنقل شهر مثلا، كل شهريا أو أسبوعيا أو سنويا الله أعلم. والعرض من بغداد 400 وحدة هنا، أوكي؟ مهم جدا. مجموع الطلب الآن من القاهرة، القاهرة تطلب خلال كل فترة زمنية معينة 300 وحدة، دبي تطلب 350، وأربيل تطلب 200 وحدة. الآن ما المقصود الآن بهذه السبعة سبعة ثمانية خمسة ثلاثة اثنين على 200؟ هنا السبعة هذه هي كلفة نقل وحدة البضاعة، وحدة واحدة من البضاعة من مركز عمان إلى القاهرة. لاحظوا من عمان هنا هذا السطر إلى القاهرة تحت هذا العمود. وعلى سبيل المثال هنا اثنين، هذه كلفة نقل وحدة واحدة من البضاعة من مركز بغداد إلى أربيل. إذن لاحظوا لي الآن، نقاط الأصل هي عمان وبغداد، النقاط اللي هي الوجهات destinations هنا هي القاهرة ودبي وأربيل. إذن هناك نقطتان أصل وثلاث نقاط استلام، فعندي عمان A بغداد B، عمان تعرض 500 وحدة، بغداد تعرض 400 وحدة، القاهرة تطلب 300 وحدة، دبي تطلب 350 وحدة، وأربيل 200 وحدة. كلفة نقل الوحدة الواحدة من عمان إلى القاهرة 7، وكلفة نقل الوحدة الواحدة من عمان إلى دبي 8، كلفة نقل الوحدة الواحدة من عمان إلى أربيل 3، وهكذا البقية تفسيرها. نتابع على بركة الله. الآن التمثيل الصوري للمسألة، أي عندي الآن عمان التي تعرض 500 وحدة، وبغداد تعرض 400 وحدة، أي نسميها إحنا الأصل اللي هي يعني هاي عمان وبغداد هما الأصل العقد الوصلة nodes بالإنجليزي اللي هي مواقع العرض، هاي التسميات المختلفة، الأصل العقد الوصلة بالإنجليزي nodes باللغة الإنجليزية مواقع العرض كذلك الأنباب العربي. وبالتالي هناك مترادفات متعددة حسب الآن يعني ترجمة المؤلف أو الذي يقوم بعرض مثل هذه المسائل. هنا الآن نقاط الأصل عمان تعرض 500 وحدة،
بغداد تعرض 400 وحدة هنا الآن نقاط. طبعا مجموع العرض هنا 900 500 زائد 400 يساوي 900. هنا الآن نقاط الاستلام أو الطلب. هنا القاهرة بتطلب 300 وحدة، دبي بتطلب 350، أربيل تطلب 200 وحدة. هذه الآن مجموع الطلب يساوي 850. لاحظوا لي بأن العرض أكثر من الطلب في هذه الحالة. أوكي، هنا هذه نسميها إحنا الوجهات، مواقع الطلب destinations، مهم جدا تذكروها. الآن من عمان إلى القاهرة كلفة التوصيل 7 لكل وحدة واحدة، من عمان إلى دبي كلفة التوصيل الوحدة الواحدة 8، من عمان إلى أربيل كلفة التوصيل الوحدة الواحدة 3. يعني لنفترض أن وحدات القياس بالدنانير، فهنا 7 دنانير لكل وحدة واحدة تنطلق من عمان نحو القاهرة، 8 دنانير من لكل وحدة واحدة توصيلها فقط أو شحنها من عمان إلى دبي، و3 دنانير من عمان إلى أربيل. الآن من بغداد إلى القاهرة كلفة النقل 7، ومن بغداد إلى دبي كلفة النقل 5، ومن بغداد إلى أربيل كلفة النقل 2. هذه نسميها إحنا كلفة نقل الوحدة الواحدة من الأصل إلى الوجه. هذه يعني عندي 1 2 3 4 5 6، لأنه وجهتين و3، إذا 2 ضرب 3 يساوي 6 كلف مختلفة. هذه هاي الأسهم عادة بنسميها كعلماء يعني برمجة خطية وترانسبورتيشن بروبلم ومشكلة النقل، نسميها الآن مثل هذه نسميها إحنا الأقواس arcs. أوكي، وهنا كما تلاحظون العرض أكبر من الطلب. نتابع على بركة الله. خلال صياغة نموذج البرمجة الخطية المسائل لابد أن نتذكر بأن هناك موقعين للعرض، هما عمان وبغداد A و B، و3 مواقع للطلب هي C القاهرة كايرو دبي وأربيل. القاهرة دبي وأربيل، ولذلك سيكون لدينا 6 متغيرات قرار نسمى decision variables كما تعلمناها في المقاطع الأولى من برمجة الخطية على نحو الآتي. هنا الآن عدد الوحدات المشحونة من عمان إلى القاهرة X sub AC، يعني هنا X هي عدد الوحدات من السلعة التي نتحدث عنها من عمان إلى القاهرة from عمان to Cairo. هنا عدد الوحدات المشحونة من عمان إلى دبي X من عمان إلى دبي، عدد الوحدات المشحونة من عمان إلى أربيل X من عمان إلى أربيل. الآن عدد الوحدات المشحونة من بغداد إلى القاهرة X بغداد إلى كايرو أو القاهرة. عدد الوحدات المشحونة من بغداد إلى دبي X sub BD، وعدد الوحدات المشحونة من بغداد إلى أربيل X sub BE. إذن هنا التعريفات البسيطة. الآن ما يعني بأن الدال الهدف Objective Function الذي نريد أن نقلله الآن هو المطلوب من مشكلة النقل هنا البرمجة الخطية، أن نقلل كلفة النقل للبضاعة هاي X X X X لقاهرة لدبي لأربيل، من بغداد إلى القاهرة، من بغداد إلى دبي، من بغداد إلى أربيل وهكذا. فالآن هدفنا أن نقلل قيمة أو مقدار الدال الهدف اللي هي Objective Function، رمزنا له بالحرف K. الآن Minimization M-I-N Minimization K تساوي 7. لاحظوا لي لأنه قبل قليل قلنا إحنا كلفة الوحدة الواحدة من X 7، فبالآن 7 في عدد الوحدات من عمان إلى القاهرة زائد 8 في X من عمان إلى دبي زائد 3 كما ذكرناها قبل قليل بالجدول، أرجو الرجوع إلى الجدول أحبتي، زائد 3 من عمان يعني عدد الوحدات هنا 3 في عدد الوحدات من عمان إلى أربيل. الآن نأتي إلى بغداد 7 من بغداد إلى القاهرة، 5 في عدد الوحدات من بغداد إلى دبي، و2 في عدد الوحدات من بغداد إلى أربيل. طبعا الآن خضوعا للقيود الآتية subject to، هاي الآن من السبلاي، يعني هون S ترمز إلى السبلاي هو العرض، كمية العرض التي الصادرة عن عمان. فالآن كمية البضائع أو الأكسات اللي هي الوحدات من هذه أكس من عمان إلى القاهرة زائد من عمان إلى دبي زائد من عمان إلى أربيل يجب أن تكون أقل من أو تساوي 500. وبالنسبة لبغداد هاي السبلاي من بغداد اللي هو عدد الوحدات التي تصدر من بغداد إلى القاهرة ثم من بغداد إلى دبي ثم من بغداد إلى أربيل 400. إذن هذين القيدين الأولين الآن، هاي الآن مجموع المعروض من عمان وبغداد، أما مجموع الآن المطلوب من القاهرة ودبي وأربيل هي الآن وضعنا هنا الإشارة تساوي سأفسرها بعد قليل. ف
فهي التوتال ديماند، هنا السبلاي، هنا التوتال ديماند من القاهرة اللي هي من عمان إلى القاهرة ومن بغداد إلى القاهرة 300، الآن من عمان إلى دبي ومن بغداد إلى دبي 350، ومن عمان إلى أربيل ومن بغداد إلى أربيل 200. هذا الآن مجموع المطلوب من القاهرة كايرو ودبي وأربيل. وأنا الآن يجب أن تكون الكمية المصدرة يعني المعروضة من عمان والمطلوبة من غير عمان، يعني من عمان والكمية المعروضة من عمان وبغداد والمطلوبة من القاهرة ودبي وأربيل يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفر، ليس هناك كمية سالبة. هذا الآن إشارة المتساويات، هنا لاحظوا اللي وضعنا متساويات تساوي تساوي تساوي، لأن هناك طلبا من هذه السرعة لابد من تلبيته أو طلبا على هذه السرعة، وهناك من العرض ما يلبي ذلك، عندي 900 لاحظوا لي هنا 850، وفي هذه الحالة توصف المسألة بأنها مسألة نقل غير متزنة، unbalanced transportation problem. لماذا؟ لأن العرض أكثر من الطلب. في حالة أنه إذا كان عندي كمية المطلوب الكميات المطلوبة مساوية المعروضة تكون مسألة النقل متزنة، نسميها balanced transportation problem، إذا كانت كميات الطلب مساوية لكميات العرض. إذا لاحظوني بس كيف صياغة الآن الobjective function أو ما يسمى الدالة الهدف، ما المقصود بـ minimization للكوست، يعني يجب علينا الآن أن نسعى إلى تقليل كلفة النقل لهذه الدالة هنا خضوعا لهذين القيدين هنا بالنسبة للمعروض وهنا ثلاثة قيود للمطلوب. نتابع على بركة الله. يمكننا وضع البيانات السابقة لمسألة نقل متزنة في جدول، الآن لنفترض أنه الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة. الآن هذه المسألة لاحظوا لي هنا الصادر من عمان كلفته إلى AC، الآن من عمان إلى القاهرة 7، من عمان إلى دبي 8، من عمان إلى أربيل 3، من بغداد إلى القاهرة 7، من بغداد إلى دبي 5، من بغداد إلى أربيل 2. هذا الآن مجموع المعروض هنا 900، مجموع المطلوب 900 إذا كانت متزنة. اللهم لاحظ غيرنا إحنا الأرقام بالبيانات قبل قليل، من القاهرة كانت 300 جعلناها 400، دبي 300، أربيل 200، وبالتالي هنا المجموع هنا يساوي المجموع هنا. هذه المسألة نطلق عليها مسألة نقل متزنة أو balanced transportation problem. نتابع. إلى هذا الحد افترضنا بأن الكلفة التي تحدثنا عنها هي كلفة النقل فقط، لم نتحدث عن أي شيء، فقط يعني the cost of transportation أو the freight، كلفة الشحن أو النقل. لو افترضنا بأن كلفة الإنتاج والتعبئة والتحميل كانت في عمان K sub A هذه تساوي 20، وكانت في بغداد K sub B تساوي 15، فلا بد من تعديل الدالة الهدف لتصبح كما يلي. الآن لاحظوا لي أبقيت الآن هنا الدالة هذه كما كانت، لكن الآن بدي أضيف هنا 20 هنا بدي أضيف 20 هنا 20 هنا 20 هنا 15 هنا 15 هنا 15، والآن نقوم كذلك. فهنا بدي أضيف 20 20 20، لأنه يعني هذه السبعة تمثل فقط كلفة النقل، الثمانية كلفة النقل، الثلاثة كلفة النقل، السبعة كذلك، والخمسة كذلك، والاثناش بالنسبة لبغداد، هنا بالنسبة لعمان، هذا بالنسبة لبغداد. بما أنه الآن في عندي كلف إنتاج وتعبئة وتحميل بيختلف، يجب علي أن أضيفها إذا أردت الآن أن أحل المسألة برمتها، يعني أضع كل التكاليف. فأضفنا 20 إلى 7، 20 إلى 8، 20 إلى 3، 15 إلى 7، 15 إلى 5، 15 إلى 2، هاي بغداد وهي عمان، فتصبح الآن الدالة للهدف لاحظوا لي 20 زائد 7 27، 20 زائد 8 28، 20 زائد 3 23، وهكذا. فأصبحت الآن minimization للكي تساوي 27 XAC، 28 XAD، 23 XAE، 22 XBC، 20 XBD، 17 XBE. الآن القيود هنا أنه مجموع المعروض اللي هو أقل من أو تساوي 500 و 400 و 900، وهنا المطلوب أبقيته هنا على المتساوي بأن هذا الطلب يجب أنه يعني نلبيه بشكل أو بآخر. إذا كان مجموع الطلب مساوي لمجموع العرض فيمكننا تحويل المتباينات. إذا كان لاحظوا لي
هذا الشرط إذا كان مجموع الطلب مساوي لمجموع العرض فيمكننا تحويل المتباينتين هنا AS و BS هذه إلى ماذا متساويتين وتكون مسألة النقل المتجه. إذا لاحظوا لي غيرت هذه سأغيرها إلى تساوي وهنا أبدأ أغيرها إلى تساوي فتصبح الآن المسألة متجهة إذا كانت اللهم كمية المطلوبة المعروضة. فبالحالة هي لاحظوا لي هنا 300 650 850 ما زالت أقل فلا بد من زيادة الطلب هنا حتى تكون متزنة أو أننا يعني الآن نعدل هنا نتابع على بكرة الله. هنا الآن التمثيل الصوري المسألة في حال تعديل الطلب لنفترض الآن بأن الطلب القاهرة ارتفع إلى 400 كان 300 لاحظون هنا أصبح 400 هنا الآن 400 فالآن هذه المسألة مسألة البرمجة الخطية لمشكلة النقل أو مسألة النقل لابد من إدخال تعديل عليها يكمن فيما يلي الآن ندخل ما يسمى متغير وهمي dummy variable هذا المتغير كلفته صفر بس مقداره 50 لكن هذا 50 غير موجودة فلذلك نقول المتغير الوهمي من هذا للقاهرة كلفته صفر من هنا متغير وهمي إلى دبي كلفته صفر كأنما يعني إحنا ابتدعنا شيء وهمي هنا سمينا متغير وهمي فرغم أنه قيمته 50 لكنه غير موجود هذا الحكي فعندي من المتغير الوهمي إلى القاهرة 50 لا كلفتها صفر وبالتالي تكون صفر من هنا إلى دبي تساوي 50 لكن ضرب مضروبة صفر وبالتالي تبقى صفر ومن هنا إلى أربيل 50 لكن مضروبة بصفر إذن تبقى صفر هذه الآن طريقة حل المسألة غير المتزنة المقصود أنه يكون الطلب أكثر من العرض أو العرض أكثر من الطلب وهكذا نتابع هاي الآن كذلك أما الصفر مجموع الطلب هنا يساوي 950 مجموع العرض 950 لاحظوا لي هون رغم أنه مع المتغير الوهمي اللي ابتدعناه لكنه غير موجود هذا أصلا حتى نقدر نحلها بطريقة البرمجة الخطية إما على Simplex Method أو طرق أخرى سنتعلمها في المستقبل القريب إن شاء الله في مقاطع لاحقة يعني نتابع لا يمكن تلبية الطلب في بعض الأحيان لأن المعروض أقل من المطلوب نتيجة لعدم وجود كمية المتغير الوهمي وبالتالي يمكننا حذف المتغير الوهمي وتغيير إشارة الأقل من أو تساوي في AS يعني سأبينها الآن هنا لاحظوا لي هذه إلى إشارة تساوي هنا الآن غيرت هذه الإشارة أقل من تساوي خلت تساوي وهذه تساوي وبالتالي الآن هنا مجموع الآن عدلناه لاحظوا لي هنا 400 و350 750 750 هنا أضفنا المتغير الوهمي وبالتالي هذا مجموع العرض في بعض الحالات التي يتعدى فيها نقل بضائع هي مهم جدا أحبتي تنتبهوا لها من موقع العرض إلى موقع الطلب ما يعني بأن الباحث قد يضطر إلى حذف المتغير الذي يمثل كمية العرض نحو موقع الطلب أو مساواته بالصفر وهذا يعود إلى طبيعة المسألة تحت الدراسة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم راجيا منكم يعني مشاهدته أكثر من مرة حتى تستوعب الأفكار بالتأني والوقت المناسب وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله حول كيف يمكننا أن نحل المشكلة الآن رياضياتيا بطرق البرمجة الخطية التي سنتعلمها تعلمنا جزء منها قبل يعني مدة خلال المقاطع السابقة خطية الطريقة ما يسمى البيانية والسيمبلكس ميثود وإن شاء الله سنتعلم على طرق أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.